اسمعي يا باسم، إذا بتوقعني على 1000 تعهد ما رح تخلص مني. شو قصدك ولاه؟ لا تخاف على حالك مني، خاف من رب العالمين على العمل اللي عملته. طالع برا، طالع برا. ماشي، أنا هلا رح أسكت، بس ورحمة أبو صياح وأبو صافي، إذا بصير على ابني شغلي هالقد لا تلوم غير حالك. ها عم تهددني ولا؟ عم هددك، وأحمد ما عندك تبخو. إلي أخس عليك يا عزة، بدك تقتل نفس ما لها ذنب ونحن بهالشهر الفضيل؟ يا عيب الشوم عليك. والأبشع من هيك، بالأخير بطلع أنا المسؤول عن هالعملة الوسخة، وبطلع كمان بسواد الوش. افضح السر وقول إنه ابني عز هو يلي عمل هالعملة، وخلص حالي من هالورطة والبهدلة. بس والله ما يعرف صياح لا يذبح وذبح. مو معقول روح ابني الوحيد. يا رب شو أعمل؟ خليني أنا بوز المدفع، وشو بيجي من الله خير. بس ابني ما يصير عليه شيء، بس ابني ما يصير عليه شيء. من أب عزه وولاده. ليش شو عمل معك هالظالم؟ اشتكى علي على الكراكون. قال شو؟ أنا متهجم عليه وبدي أضربه. يي بعدك 700 حمى، يعني شو صار أخي؟ انحلت. أنت برجع احكي لنا هلا إيه؟ يي بعدك له حمى إلهي. لا قوة إلا بالله. يا لطيف، والله ما عم تفوت بعقلي. معقول يا أبو عزه يعمل هيك؟ والله أنا كمان ما عم صدق إنه كنا مغشوشين فيه، ما عم صدق يا جماعة. يا جماعة، إذا يلي من لحمه ودمه عمل فيهم هيك، فلا عتب عليه شو ما ساوى معنا، ما هيك بشير أفندي؟ إي والله هيك، لما بتروح مخافة الله من البني آدم، بتشوف منه كل شيء عاطل أبو حمدي. اللهم إني صائم، بس أحسن شيء يا جماعة، الله يهدي بالنا. آمين يا رب. آمين. ها؟ شوفوا مين إجا. ها؟ تعال لعندي تعال. شو بدك ولا؟ بدي أصل لك لسانك، وخليك تبطل تلعي على أعراض الناس. أنت ولك ولا؟ إيه أنا. وهذا الحكي مو بس لإلك، هذا الحكي لكل ندل وقليل شرف بهي الحارة. شو عم تخبصوا لك صخر؟ لو سمحت سيد بشير، أنت خليك برا، هذا الموضوع بيني وبين هالواطي. لك ما حدا غيرك واطي ولا أكثر. إيه أنا بقلك. شو صاير؟ طلع من الحارة ولا؟ طلع! ما راح اطلع لحتى يعرفوا العالم شو مساوي يا ندل. هدي حالك صخر، هدي حالك. أمرك مختار. وأنت يا أبو محمود، تعال معي على المضافة حتى أعرف شو صاير. ماني جاية معك لحتى يطلع الواطي من الحارة. ما راح يطلع من الحارة لأعرف شو صاير. خده وعرف شو صاير، بعدين أنا بجي لعندك. امشي معي صخر، امشي. رجعوا الحارة يا شباب. ولا محمود نور.
حاضر. صبري. ايه يا اخي. هاني على الدكان. شو؟ ابو محمود عم يحكي على عرضك بالعاطل؟ اي نعم. عم يحكي على اختي. عم يحكي على اللي كانت حرمته. ومو بس هو. في معه واحد تاني. مين معه؟ الزفت صياح. وانت شو عرفك بهالشيء؟ شلون شو عرفني؟ ما القصة انطبلت طبل بكل الحارة وصارت سيرتنا على كل لسان. لك فضح حرضنا هالواطن دلل، الله لا يوفقه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي ما بنسكت عليها بنوبة وعزو. كل شيء ولا حدا يجيب سيرة العرض. يحكوا عرجال قد ما بدهم، بس ما يجيبوا سيرة الحريم. أنا مستغرب. أبو محمود كيف بيحكي على عرض أختك وهي حرمته؟ كيف؟ أبو محمود، اللي صار هلا في وراه مشكلة كبيرة. بقى شو عامل؟ شو بدي يكون عامل يعني؟ تذكر عامل شيء مع بيت أبو صخر؟ عم أقول لك مو عامل شيء، شيء. رأي عندي مختلف، شو صاير؟ السلام عليكم. السلام. السلام. مع السلامة يا بشير أفندي. أبو محمود، أنا برأيي تقوم تروح على البيت. ماني رايح على البيت لحتى صخر يطلع برات الحارة. اسمع مني وقوم روح. ماني رايح على البيت أبو حمدي. خلص خلص، خليك. عم يحكي مشان ما يرجع. ايوه مزبوط، مشان ما يرجع. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال اسمع ابو محمود وصياح شو عم يحكوا على عرض صفر. شو عم يحكوا؟ والله مستحيل لك. شو مستحيل؟ لنفهم شو حكوا لانه الزلمه هجم على الحاره. احكي صفر، احكي له انت. انا يا سيدي ابو محمود وصياح. وليش تننتظر سلطان يعاود من السفر يا شيخ؟ خلينا بعد العيد نتيسر الحارة ابو هاشم ونطمن عليه وعلى صحته. تراه من يوم ما سافر من عندنا ما سألنا عليه ولا سمعنا منه خبر. معك حق يا عواد، معك حق. بس انت تعرف حنا بعد ما نشف الغدير رحلنا من الديرة. يجوز الرجال جانا ما لقانا بالديرة ورجع. صحيح يبا صحيح، يجوز الرجال جانا وما لقانا. ولجل هالشي لزم واحد منا يروح لديرته ويعرفه على ديرتنا الجديدة ويعزمه على العرس بعد. لا 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 لا، بس يجي سلطان هو يروح يعزمه هو وجماعته ويجون يحضرون العرس. بإذن الله يبا بإذن الله. ويا ريت أبو الخير يظل يمنه ويحضر عرس سلطان. وبلا مؤاخذة، مين سلطان؟ خطيب بنت الشيخ أبو راشد. إيه شو عليه؟ أم نتشرف، هذا واجب. حياك الله يا أبو الخير، حياك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا صخر، إذا أبو محمود وصياح حاكين هيك فبدنا نبهدلهم بهدلة إلها أول ما لها آخر. إيه لازم نفشلهم نيعم فش. بس أول شيء لازم نتأكد. لازم نتأكد فعلا إذا كان حكوا هالشي ولا لا. ما في داعي يا مختار، ما في داعي. شنو يلي قال لي هالكلام؟ رجال تقي وما بيكذب بنوب. حتى لو صخر لازم نسمع القصة من الطرف الثاني لحتى يكون معنا عذر إذا بدنا نبهدله. ماشي بيصير خير. أنا هلا ما عاد فيني أقعد، بدي أقوم أمشي. شنو بدي كمل صيامي على خير. وأنتو يلي بدكم تخبروني شو بصير معكم وقت بتسألوا صياح والواطي أبو محمود. اتكل على الله وروح على حارتك، ونحن رح نعرف مين يلي حكى على عرضك بالعاطل. بصير خير ان شاء الله، بصير خير. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ماني مصدق، مستحيل ابو محمود وصياح يحكوا هيك. وانا كمان ماني مصدق. ابو محمود يطلع معه هالحكي. بس صياح متأكد ومصدق سيدي. حط عيونك بالأرض وانت عم تمشي صخر. راسي طول عمره مرفوع يا ابو محمود وراح يضل مرفوع غصب عنك. بدك تحط عيونك بالأرض. هدي يا ابو محمود من شان الله تهدي. ما راح هدي يا ابو حمدي لحتى يطلع برات الحارة وينقلع. صخر الله يرضى عليك، طلع برات الحارة. راح اطلع بس راجع. اذا بترجع تاني مرة بدي املك عيونك. هدي يا ابو محمود هدي. شو صار لك؟ قوم روح على البيت، قوم
رايح. عجبك اللي صار لك عمي؟ لا والله، لا والله ما عجبني. لك ليش هيك الحارة صايرة؟ ليش؟ الله أعلم، بس الدنيا سياب وما حدا عم يقدر يتحمل التاني. لك ما حدا عم يقدر يتحمل حاله. الله يهدي البال أحسن شيء. آمين آمين يا رب العالمين. أنا فايت شوف معلمي أبو حمدي. السلام عليكم. السلام عليكم. شو قال لك النوم؟ قلت شهاد اللي قال لي اياه؟ شنو قال لك فاهمين؟ قال انها انها يعني شنو؟ قال انها رايدني. متوجده يا شمسه؟ وش تقصدين؟ ما قصدي شيء، أنا ما كنت وياكم حتى. بخاطرتش أنا فعلة.